قوم سوقر هاي برانشي اف ام وماسوماري كانك تسوق برا قاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري راسين كاري برانشي اف ام وماسوماري كانك تسوق برا قاري ضغطة ومعلومة في راسين كاري راسين كاري. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، هذه راسين كاري معاكم حتى للسبعة وستة، ودرجين ليكيب نتاع اليوم فيها غازي عيدي، فرح برجب، أنس بن مالك، شكرا رماح، صافا شكرا، صافا في فورما وي. يلا ناخذ سؤال قبل ما نمشيو للسؤال نتاع الاي اس او بعد شوي. ان توكا علاش في بعض المغازات نجم تشري وتخلص من غير ما تقف اصلا قدام الكاسه؟ بالتليفون يظل هذا بالتليفون يخلصوا. كيفاش تشري وتخلص من غير ما تقف؟ فما في دي مغازان تنجم تشري وتخلص من غير ما تقف اصلا قدام الكاسه. سمارت كارت ولا حاجه كمان هكا، الكارت اللي من غير ما تقعد. احنا ما نصورش كان عندنا الحاجه هذه اللي مش موجوده. احنا كل خطوط هذوك اللي المربعات اللي في التليفون، الكود شو اسمه الكود شنو؟ انت غازي غازي كود. غازي جاوب على السؤال صحيح، وحبيت اسمعكم. انت على خاطر بالتكنولوجيا يقصوا لك الفلوس من الكارت نتاعك، جوست تبربي تصحيح في المعدل نتاع الذكاء. وانس بن مالك دونك هو الكيو اي، هو النطق الانجليزي سي سا كوسيون انتيليكتويل. اي فوالا لو كوسيون انتيليكتويل انت فاست هذه مثلا تو نسمع في كيوي، اما على خاطر انس قال كيوي نسكت انا نقول سي قراها في لا لا كوي وسكت عرفت باش تقول كيو اي ولا بون سي لو كوسيون انتيليكتويل تبيعها شويه زاد ما نحبش كيو اي هو لو كوسيون انتيليكتويل. شكرا لكم ولملاحظاتكم بيان سور، فيها شويه ضمار وين حتى الكيوي هي غلا نحبها، برشا فيتامين غلا نحبها انتي اوكسيدونت. باهي دونك على خاطر بالتكنولوجيا يقصوا لك الفلوس من الكارت نتاعك مباشره، ونحكيو على فكره نتاع مغازات ثوريه اللي بدات في اخر 5 سنين تقريبا. تسميوا المغازات هذوما امازون جو، هي فكره شركه امازون العملاقه، واللي تتمثل في انه المغازة تكون اولترا كونيكتي، يعني تنجم تشري وتخرج من غير ما تشد الصف ولا تقف ولا تخلص اصلا قدام الكاسه. يكونوا المغازات مهيئين بمجموعه من الكابتور، والفلوس تقطع وتقطع مباشره من الحساب الشخصي. يعني كي تدخل للواحد من المغازان دوما تنجم تعدي الكارت نتاعك على سكانير، وبعد في كل تجار ولا فما الريون باش تشري منه فما ديكابتور، السلعه اللي تهزها تتحسب، يعني تهز باكو مقرونه تحسب باكو مقرونه الماركه والسوم وكل شيء، عدد من الباكوات زوز ثلاثه قداش، السلعه اللي تهز تتحسب، يعني كانك حطيت في بانيه فيرتويل، وبعد كي تجي خارج الفلوس تتقسم بطريقه اوتوماتيكيه من الكونت نتاعك. تكنولوجيا عبقرية. المغازات هذه قاعدة تزيد في الولايات المتحدة، في اليابان، في فرنسا، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة وغيره. الهدف أنهم يقضيوا على صفوف الانتظار وقت الخروج من السوبر مارشي. دايور الإحصائيات في فرنسا تقول أنه 40% من الفرنسيين يراو في أنه الوقت نتاع الانتظار وقت الخروج طويل برشا من المحلات التجارية، و24% يوصلوا إلى حد التخلي على الشراء بسبب الصف. انا من 6 سنين في ابو ظبي خلطت على تجربه شبيهه بكا، اما تقف كمان شويه في الكيسه هذه كيفاش كي تاخذ قضيه وحدك وحدك تعديها على حاجه وانت وحدك كي توصل للكيسه نورمالمون جست تخلص خاطر عنده لو توتال نتاعك. يا اخي انا سؤالي البديهي تونسيه غادي قلت كيفاش يعرفوا اللي انا عديت اللي خذيته الكل على باش تسجل مع القضيه؟ قالوا هما اش يعملوا كل ساعات يعملوا باغازار يرجعوا يتفقدوا هكا يشوف شكون دونك تولي انت اوتوماتيكمون بعد جينيرال يتعاملوا بالثقه برانسيب، اما تربح برشا وقت ما نقولش يحسب لك وقتك. انا جوست احنا انا معناها احنا الكل نحبوا بلادنا ونحبوها تكون في مستوى كيما نشوفوه ونقراو عليه، وكي نسافروا نقعدوا هكا مصدومين قدام الناس شنو تعمل كيما هنا. معناها ما عادش الامر يحكي على كوكب اليابان ويحكي على الولايات المتحده، يحكي على بلدان بحذانا عربيه وفرنسا وايطاليا وغيره. فاحنا هذه الرقمنا لازم نعملوا لها بالحق من واحده من اهم اللجان كيما نحكيو عليهم يعقدون الكلام هذا، ولكن المؤتمرات ولا الميتينغ لازم يسيروا على رقمنه الاداره نتاعنا اللي هي تعيش اضعف واتعس حالاتها. والعباد كثرت رقما سامحني التوا اليوم العباد مش مستوعبه اللي ما عادش نجم تشري دار جيب كساك فلوس. العباد اليوم يشري عقار
يجيب معاه قفة بالحق. مازلنا ما نقولوا حاجات. يا ساشي يا سامي. اي نعم. قولوا راهو مش نعم. ممكن فهمتي. يقول لك كي تبدا معتل توا جمعة وأكثر على مضمون باش تعمل باقي أمورك باش تحكي لي رقمنا ورقة اللي باش نتبعوا عليها المضمون الرقمنا. ترى نحكي لكم تصريح على الشرف. نحكي لكم حادثة معينة فيريديك. فيريديك لكن بعد الناس. IFM Info Trafic. Tinkaré, Sami Ben Nour. رجعنا في راسين كاري. احنا قبل ايناس في الانفو ترافيك كنا طرحنا سؤال على المجازنات اللي تشري منها من غير ما تعدم الكاسه دونك تشري وتخلص كل شيء الى تتر بروغرامي باش انك دوب مال الكابتور يراك هزيت حاجه من المجازان يعرف اللي انت راي كل ما تقضي من ريان راه طلع 100 اورو الواحد نتاعك يقصهم لك طول من الكونت نتاعك واذا كان ما عندكش 100 اورو قول لك خويا سامحنا ما تنجمش تمشي تخرج من المجازان راه الكريدي فماش. احنا كما قلنا انه هذه الاداره ذي وعشرات الناس اللي جاوا حكوا لنا على رقمنه الاداره وانه كل شيء باش يولي ساهل مش انه ما عادش فما صف وابتداء من الاداره من عشنوة وتحل شركه في 24 ساعه وهذا الكل اللي كان كلام معناه فيه برشا برشا ضو لكن طلع معناه كلام كي ظلام فينالمون. مثلا انا باش نحكي لك على صديق مثلا عنده شركة متاع اي تي حاول انه يمشي ويتفاهم مع بلدية تونس اللي هي شريك في انه مع الخواص في هما يهزوا الشنجالات مع الشنجال يهز لك راهب قال له ما باش نعطيكم حل باش انه الناس برشا ناس ما يعرفوش وين مثلا المستودع ولا ما عندوش وقت باش يمشي ويجي ويمشي يخلص راهو قال له نعطي ابليكاسيون بالتليفون تقول باش يخلصك راه فهمت فوالا صابو في الوقت الفلاني الماتريكول الفلاني تعديها يجي العاون ينحي لك قال له لا احنا القانون يمنعنا في البلديات علاش خاطر لازم الامضاء يكون يدوي قالوا راه فما الابليكاسيون ينجم بالتليفون راه فما حاجه السينياتور نجم تصححها من عندك معناه قالوا لا لازم تكون العاون هذاك يصحح في ورق فهذه نظريه الاوراق والفاكسوات كش راهو العالم شوفوا العالم حلوا جوجل معناه حلو وشوف العالم يمشي يا جا هما بلدي تونس كي عملونا لو في بلاش باهي معناها ما نحس فيها يشر اجتهاد خاص من الاعوان اللي تخدم نحس فما فاكتور شماتة سامحني نتاع التونسي اللي هي ولات فينا يحب يعطلك ويشيخ كي يلقاك انت مخسور وكرهتك نعطيك حاجه اخرى قالكش الحل ويزيد معناتها نعطيك حاجه اخرى انه في وحده من لي بارتناريا ما بين ان اورغانيزم انترناسيونال وحده من الوزارات فجيت معناها اون ايكيب دو فورماسيون باش تقول لهم كيفاش انه لاحظوا انه فما دي ديفايونس سورتو في لا كوميونيكاسيون انترن والعلاقات كيفاش انك ما بين موظف وموظف ما فماش مثلا ميلوات يعني كي سالوهم قالوا لهم علاش ما فماش في تونس علاش ما فماش ميلوات قالوا لي راهو قتلوا بربي سؤالي ليك كمدير قداش عندك محليتش الميل قالوا ممكن من عمناه والمحليتش الميل اي معليش العاده الحق راهو ذي الفاكس يخدم ولا الفاكس فاكس الفاكس خدام هذاك ارجع على روحك فاكس يخدم صديقي انا في وزاره الداخليه نحييه كان واحد معناها صديق عزيز ما ولا حاجه كلم سامي كان واحد صديق عزيز عليا برشا شو عزيز نحييه ان شاء الله دونك كنا نقرا بعضنا في الليسي واليوم هو في نحكيه قال لي لا لا في وزاره الداخليه قال لي راه رجع لنا البريميات كي تفكر لا لا انا ما عنديش مخالفات بكل يبدا يحكي على الفاكس اللي هما فما معناها اليوم الفاكس ويت حاجه حتى البرة معناها باش تستورد الاوراق بتاع الفاكس ما تنجمش خاطر يقول لك انتم زدتوا تعملوا بالفاكس ويت زدنا ما تخافين هو البرة في العالم اللي قال ناني ولا انا الرقم انا صراحه اثر فيا فاسيليتي لا في نتاع المواطن هون يعملوا كل شيء بور كومبليكي وعلى ذكر الفاكس حتى في سفاراتنا بخارج حدود الوطن عندنا الفاكس معطل زاده ما يخدمش كان عندك قضيه بالفقرة بيان سور فارت لي غيسامون لي عندنا الفاكس بالحق والله الفاكس يا جماعه ياسر راهو هكاك اللي ما معناها لا جوست شويه احنا نفلك ولكن حقيقه هي ما اسمع سمعنا حاجه باش طلعنا المورال والله في عندنا برشا طلعنا المورال خويا يلا غنيه هكا في الجو الإيجابي في الجو الإيجابي وأنا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك وأنا لما صحيت على حبك وشفت الدنيا من عندك أتمنى 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 أتمنى, أتمنى, أتمنى
أتمنى أتمنى أتمنى لو كل العشاق يحبوا زينا ما بحبك ترارا تا يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني يا حبيبي كنت وحشني من غير ما اشوفك وتشوفني والقدر الحلو جابني الحلو الحلو جابني وجابك علشان تقابلني وجابك علشان تقابل اترينا كنا رايقين ولقينا احلى ايام لالينا واحنا فيها لوحدينا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 الله ومين يصدق كيف شوفها الأغنية بجدو امبوسيبل بي جست نزار يقولي لو فاكس مازال يستعملو في كندا يا نزار ابخي سي رولاتيف فوالا هك جاوبت سي رولاتيف يعني احنا في كندا اليوم تنجم تخلص الخطيه نتاعك بالتليفون وتنجم تقضي امورك بالتليفون احنا توسا في تونس ماهوش موجود معناها تستعمل الفاكس بعد تستعمله على راحتك ولكن خليك زاد احنا لي زابليكاسيون يكونوا اوبيراسيونيل وموجودين واحنا اون ا تو لي مويان فير راهو موجودين معناها اليوم قلنا وقلناها برشا مرات كي يمشيو لفرنسا يقول لك ما عناش ريكروتيو في انجينيور اون ريكروت ان تونيزيان من كثرة ما الشبان والشابات التوانسه اللي يمشيو دي انجينيور كيفاش بلاد عندها البوتنسيال هذايا معناها اون انفورماتيك وكودينغ و اي تي وغيره ويكون عندها معناها اداره تعيسه بصراحه للدرجه هكا والله فكرني في كندا وفي ايامين كندا حاجه روعه والله بلاد روعة روعة بالرغم من البرد طبعا. اللي فيها يدي 40 بموان 40 من أكثر البلدان المشمسة في العالم مشمسة 24 وزيد هي يحلو فيها ويطيب العيش محلاها قد خفيفة ملايكتها خفيفة البلاد مونريال اي سؤال لياسيو فاتن يا مواطن مع لياسيو دونك كيما كل يوم سؤال لياسيو اليوم هو على الدين العمومي وش معناها حجم الدين العمومي وش معناها خدمة الدين وشنو الفرق ما بيناتهم فرح ما يوفيوش لازالين هما الدين لا ما هوش هما ما هوش هما هما تيبو كيما اسمه يقول نتخيل ان فولغاريز شوي الكونسيبت هذوم اي دونك الدين العمومي هو شكرا لياسيو سي نوتر سبونسور داكور اهلا وسهلا الدين العمومي عملنا سؤال يعني باش نتعلموا منهم مادام لازم نتعلموا منهم سي فري سي بيان دو فولغاريزي باش الناس تعرف مواطنين يعرفوا نفس التقريب معناتها في بالي هي سهله كيما الدين بالنسبه لرب العائله اش معناها دين فلان تسلفتوا من عند الدوله تسلفتوا من عند دولة أخرى؟ أخرى؟ ولا؟ مؤسسة عمومية مؤسسة وخدمة وخدمة الدين العمومي هي قديش أنت ما كنت متسلف فلوس عندك 10 سنين خدمة الدين هي الفلوس اللي ترجعهم تاع الدين القديم مثلا أنا سنة كتونس حاشي 19 مليار دينار لكن انا عندي دين سابق عندي دين سابق باش نخلص السنه 15 مليار دينار هذيك اللي خدمه الدين اكزاكتومون ب شكرا هي دي قعدت تتبع فيها انا احسن حاجه يا ديني وما حلالي فرحوا 15 مليار والتونسي
مبلع في الدار وما تخاف عليك خمسة واللي خميس عليه هاي كفنية تونسي خمسة وخميس عليه مدين خوي تعليل عرفت حجم الدين العمومي هو مجموعة الأموال اللي تقترضها الحكومة كما قلنا من المؤسسات المالية ولا من الدول مدة سنوات ولم يقع تسديدها بعد من داخل البلاد الدولة تقترض من البنوك المحلية معناها لي بنك كوميرسيال معناها هي بنوك اصلا تقرض زادة دونك تنجم تقرض الدولة والسوق المالية كذلك ومن الخارج تقترض من المؤسسات المالية الدولية لافامي بنك مونديال وغيره ومن اسواق المال العالمية الاقتراض هذا يصير وقت موارد الدولة ما تكفيش باش تغطي نفقاتها العامة العادية او باش تمول مشاريع التنمية ويا ليت القروض تمشي لمشاريع التنمية استهلاك خدمة الدين هي عبارة عن اصل الدين وفوائده خلال فترة محددة مثل حجم الدين العمومي مثلا في تونس 2020 وصل لقرابة 98 ألف مليون دينار قرابة 89% من البي بي من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي موفى 2021 باش يولي 109 ألف مليون دينار فوق 90% من البي بي خدمة الدين في 2020 كانت في حدود 11500 مليون دينار 7500 مليون دينار أصل الدين وقرابة 4000 مليون دينار انتريس وتقديرات مشروع ميزانية الدولة 2021 تتوقع خدمة الدين العمومي في حدود 15500 مليون دينار 11500 هو الأصل و4000 انتريس شكون باش يخلصهم هذا احنا واولادنا احنا ماشيين في ثنيه اولاد اولادنا في ثنيه غالطة على خاطر ايش نقول لك راهو اللي ياخذ قرض القرض هذاك يعمل به حاجة منجة باش يدخلهم بعد فلوس ولا يعمل بيها انفراستركتور باش تسهلوا لحياته وتسهلوا المشاريع مش ياخذوا قرض ياكلوا في الشهري وتمشي الشهري وبالعكس ومن بعد رجعوه بلانتين يعني هذا اللي صاير ذولي من منذ الثوره هذا اللي صاير هذا دول فاش نقترضوا باش شهريات مالوغوزمون يلا شكرا لياسيو على المعلومه شكرا شكرا لتفاعلكم راسين كاري جديدة على اي اف ام من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور شكرا لتفاعلكم معنا وملاحظاتكم محمد يقول لي شكرا اذا كان ممكن اسئله تتعلق بالدين والتاريخ والتونسي الاسلامي على خاطر اسئله على الاكله ولا الجاتوات لا تفيدنا بشيء با هذا سي غولاتيف محمد احنا ساعه اولا تسك في الجمعه نسالوا على الشخصيات العربيه الاسلاميه العالميه التونسيه نسالوا على الجاتو نسالوا على الماكله ونسالوا كذلك على التكنولوجيا ونسالوا على الدين العمومي وعلى الاقتصاد وعلى الثقافه وعلى الفن وغيره وهذه راسين كاري هي فسيفساء متاع اسئله مختلفه متاع ثقافه عامه شكرا لك وتابعنا ديما في راسين كاري يلا هذا واحد من ايقونات الغناء التونسي هادي جويني غني مكتوب رجعنا في راسين كاري مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا السؤال يقول شنية الحاجة اللي عملوها ريتشارد لوفين وميلدريد جاتر في الولايات المتحدة واللي هما كانوا زوز يحبوا بعضهم الرجل والمرأة ذوما في الولايات المتحدة ولكن سبوا برشا تغييرات غيروا برشا حاجات بعض حسب رأيكم شنو عملوا هما الأولانين اختراع هو ولا عملوا حاجة به عملوا حاجة به يا ويل حاجة به برشا اللي عملوها الحقيقة اللي هي تعرف الإجابة خليهم مان خليهم لحظة تعرف الإجابة جابوا طباخ للدار نتاع انا ريتهم في دوكيمونتير هذا ريتو في دوكيمونتير انا ما سمعت سؤال لا بالحق خاطر كان تعرفوا الاجابه يعني فريمون حاجه باش تعمل فيلم ممكن تعمل حاجة فيلم انسانيه 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 مش اختراع بنيو كي نحكيوا على الولايات المتحده قبل يعني جابوا صغير برشا حاجات اللي هي احنا اليوم تظهرنا وتعاملت عليها برشا افلام راهو لا بين دو مور لا شنو سؤال سامي شنو هي الحاجه اللي عملوها ريتشارد لافينغ وميلدريد جيتر اللي كانوا راجل ومراه يحبوا بعضهم في الولايات المتحده وتثبت في انها تغير برشا حاجات رجل واحد كل واحد لون وي
شفت كي نجي في الوقت اول كوبل يعني عرفوا تحدي الخميسي شفت فيه في الحسيد سيدي انا نحب نسمع الاسئله وكل الخميسي يسمع فيه سابوتاج غسي كاري خطراف كونسر ممتاز البرنامج يحب يغيب يمكن الحكايه في محمد خميسي مش من الاربع الخمسة ما يقعد هون يسمع فيه في الاسئله يحب يتبعنا يحب يتبعنا تحياتنا للصديقنا في ولايه الشرقيه في فيلادلفيا ولا بنزل ولا فيلادلفيا ولا اسمها في ولاية فيلادلفيا فيرجينيا فيرجينيا فوالا اللي بحذا في فيرجينيا وصار واحد من بعض مشاو الكورس وي دونك تحديوا منع الزواج ما بين البيض والسود وبدلوا القانون حتى تم الاعتراف بزواجهم نرجعوا بكم لسنة 1967 هذه التصويرة بتاع ريتشارد وميلدريد في على الباج جي اف ام دونك الولايات المتحدة نهار تاريخي فيها كان نهار 12 جوان وين اعترفت المحكمة العليا في واشنطن بارتباط ميلدريد وريتشارد لكن حتى شيء ما كان سهل لأنه ريتشارد كان أبيض وميلدريد كانت سوداء من عائلة عبيد من الهنود الحمر كانوا يعيشوا في فيرجينيا في فترة الارتباط ما بين زوس أعراق هذوما ممنوع كان بالقانون كانوا يعرفوا بعضهم من الطفولة ويحبوا بعضهم بيف لامور في 1958 هما يعديوا في عطلة في واشنطن دونك أعلنوا على رغبتهم في الزواج هي عمرها وقتها 18 سنة وهو 25 سنة بعد بعام شاو قدام القاضي في فيرجينيا على خاطر تحكم عليهم بعام سجن القاضي سخف عليهم واقترح عليهم أنهم يهربوا هم على شرط يغادروا فيرجينيا جملة واحدة وربما كان يرجعوا كل واحد وحده مشاو لواشنطن وعداو 10 سنوات يحاربوا في القوانين الظالمة هذه 10 سنين عداوها وهما يحاربوا في الإجراءات القانونية والتصرفات المهينة لهم في فترة شهدت برشا مظاهرات للدفاع على أصحاب البشرة السوداء بعد المدة ذي الكل نجحوا في أنهم يحطوا حد للمنع من المارياج ميكست هذا كما يسميوه ولا المارياج ما بين عرق وكل إنسان من عرق آخر انت غاسيال على خاطرهم استعانوا بجمعيات قوية وبعد ما تنقلوا من ولاية لولاية بالمثابرة متاعهم حلوا البيبان لمئات الألف من الأشخاص بعدهم باش توجهوا وأنهم توجوا قصة الحب متاعهم اللي بيناتهم بالزواج في الولايات المتحدة الأمريكية يجي فيلم الحقيقي فيلم تصور انه عملوه انا شفته في ريبورتاج الحادثه ذي راي كيما الحادثه نتاع روزا بارك نتاع الحافله وكيما مارتن لوتر وكيما مالكولم اكس وكيما اسمه لو ريفيرون اللي ديما كان يترشح للرئاسه مزير كيمات هو بون نسيت اسمه دونك من الملاحظات الفارقه عملت دوكيومونتير في اف ام دوك على اول بطل جونسون اول بطل عالم اسود في التاريخ فين جونسون لا جونسون جونسون سالنا عليه مره احنا فوالا هو كيف شد عام حبس على خاطر تزوج بمراه بيضاء هو كانت عنده علاقات مع برشا نساء بيض ما تزوجش بيهم دونك ما تحكمش بالحبس فهمتي كان فما معناتها استياء اخلاقي كيفاش مرا بيضة عندها علاقة برجل رجل اسود يلا كي تزوج بواحدة منهم معناتها شد عام حبس وي الحكايات هذيا واللي تعاملت في افلام وانها توصل للناس في العالم كامل هذي حاجة باهية وهايلة لانه مثلا حكيت العنصرية في الولايات المتحدة نتذكر انه عدينا برشا اسئلة فيها اجابات توحي لهذا يعني مثلا في النازا حتى للسنوات الستين كان فما معناها WC يعني بيتراحة للسود وبيتراحة للبيض يعني نهار كبير يعني يعني بيتراحة للرجال مقسومة في اثنين واحدة بيض واحدة سود فما كذلك أنا أثر فيه برشا الفيلم شفته عملية في الكونفينمون اللي هو الفنان الأسود اللي يجوب الولايات المتحدة نسيت اسم The Green Book يظهر لي اسمه الفيلم واللي هو يمنعوه في واحدة من الولايات هو كان نجم ام بيانيست معناها ستار ويوصل للأوتيل باش يعمل الحفلة متاعو مع المتعاونين متاعو يهبطوا للرستوران باش ياكلوا ذول المعاون متاعو ولا الشوفير متاعو كان أبيض البشرة وهو أسود في الرستوران يعني الناس ديجا اللي يتعشاو يغزلوا له دراكي فيه برغم يعرفوا انه هو الفنان اللي باش يعمل الحفلة راه اما قالوا راه جهل معناه اللي في المسؤول في الغستوران قال له سامحني نتأسف لك راو تنجم تمشي تاكل في هوني بحذا الواحد ولا نطلعوا لك العشاء للبيت قال له لا نحب ناكل هوني في الرستوران هوني مع الشوفير متاعي ومع أصدقائي قالوا لا راو ما نجموش نسيرفيو هوني أسود اللون فما أماكن يمعنوا في الإذلال يقول لك بش يزيدوا يذلوا يقول لك ممنوع على الملونين والكلاب أي. معناتها الملونين معناتها من الغاز خرين حتى هي بتبيع السود يقصدوا بها اكثر معناتها والكلاب معناتها من قدرك من قدر الكلاب هذه الامعان في الاذلين النقطه الثانيه نحب نحكي فيها
عار على الولايات المتحدة كما قالت كبير شاكرة وانا معاك, لكن فما حروب قانونية اللي اليوم ما عادش, وبالعكس فما اليوم تمييز إيجابي لصالح السود في برشا حاجات مش لازمة. يما نحب نحكي على بلادي تونس اللي اليوم فما برشا عقلية وأنه كي طفلة ولا مرأة بيضة تحب رجل أسود فمتونسي زوز توانسة على زوز توانسة الدار تقول لي, ولا العكس معناتها رجل أبيض والمرأة سوداء فهمتني العائلة ولا يمكن زوز عائلات حتى من المشيرة الأخرى يقولوا لي بالرغم اللي معناتها المواطنين التوانسة متساوين من 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 جنوب من شمال بألوانهم بلغاتهم بأديانهم الكل. بالنسبة لي أنا ما يزم فما حتى تمييز, والعقلية هذه مازالت متأصلة برشا وشوية يا بيتر. أربع خمس سنين عملت ريبورتاج خاص وقتها في يومية مواطن على التمييز العنصري وبدينا بميكرو تطوار قلت لي ما فماش معناش تمييز وكل شيء. هبطنا حتى للجنوب في منطقة اسمها قبنطن, وقبنطن لليوم ولا الوقتها مش فاهم مقبره اللي جاي لا كارتز اللي فيها السود وكان ابيض في حفله لولاد صغار البيض, حفله لولاد صغار هل هذا عادي السود اي مش عادي هل هذا عادي. وسالنا المتسكنين يبداو قاعدين بعضهم مثلا رجال كبار واحد يبدا اسود البشره وواحد ابيض البشره, بون ابيض البشره حتى احنا ماناش جايين من السويد معناها كنا سمر. فما حاجه معناها تسال وتقول له تو تعطي مثلا ولدك ولا بنتك ياخذ من هكا من الذريه بتاع صاحبك هذا الاسود, قولوا لا انا اصحابنا وياك وشي, اما الماخذه لا كل حاجه في بلاصتها اجابات معناها صورناها وليه صادمة معنا. الله يرحمها زينب فرحات عملت خدمة كبيرة وقتها في التياتر وقت اللي أسود في الخضراء ولا حاجة هكا اسمها, معناتها كيفاش تعيش أنت أسود البشرة في تونس الخضراء, وطلع برشا وقتها من أول الناس اللي جربوا يبداوا يلوجوا على الميز العنصري في تونس فينا ومتهكا ما منفقوش اللي احنا غاسيست برشا أما اليوم قاعدين نشوفوا اللي ليه احنا مازلنا غاسيست لا بورتان ما تربينا شكية الحقيقة تربينا تربينا هكا ولا هكا تربينا هكا والمصطلحات اللي نستعملوا فيهم اليوم ساعات ما غير ما تفتهم بهم فيهم العنصرية فيهم برشا عنصرية. نذكر مرة اون ايميسيون كيذولي ان بلاتو جو بونس حكاية تونسية اللي كانت فيها ضيفة يظهر لي اخت الفنان سلاح مصباح نسيت صبيحة سعدية اللي هي واحدة من الناس تخدم في المجتمع المدني وناشطة وكانت أوتيس فتحكي حكاية صارت لها هي كانت في 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 تونيسير وقالت مرة جاتني مرأة مثلا مش تسألني تقول لي بربي كيفاش دخلت انت التونيسير مضايفة, قلت لها عديت كونكور دخلت, قلت لها عجب خاطر بنت أختي والله بيضة وعينها خضر وكل شيء وما حبوش يقبلوها دونك تضمينا انه كيفاش انت هكا سمراء ناقصه انت وقبلوك قبلوك وبنت اختي لا نحكي لك على مصطلحات اللي في في ظهرها محلاها زينه بيضه لا مش هذا يقول لك وسيف ولا كحلوش يا محليلته عرفت مال الجريك يا محليلته ما عرفت والله مش ايش معناها معناتها وسيف بربي الثقافه العامه هي مهنه رايا اي لا ايش لون نتاع بشر انت فهمتش يقولك يقولك بالرغم اللي هو وسيف ولا كحلوش يا محليلته معناتها هذا راي في المصف في العقليات نتاعنا المتخلفه والمجتمع المدني المتخلفه راني انا كيقول هكا راني نعني اي صحيح صحيح انت بعد 2011 انا اللي نحييه هو المجتمع المدني اللي عمل خدمه كبيره اللي لازم نفقد قاعد ويخدم قاعد يخدم على هذا قاعد دماله يلزم تقول راهو هذه عنصريه مش هذه سامي الترخاني يقول عنا في جربه جبنا للسود وجبنا للبيض ان شاء الله نوصل نهار احنا خاطر نحيوا ذاك من منطلق ثقافي من خلفيه دينيه من خلفيه اجتماعيه اللي تحب انت راو حاجه عيب اونتر بارونتيز سامحني ايناس جوست نرجعوا لبعض على التاخير ولكن اونتر بارونتيز لليوم في البطاقه التعريف التونسيه تخرج فلان عتيق فلان يعني عتق من العائلة الفلانية وهذا عيب كبير. يلا فاصل مع إنيس ورجعي سنكاري شكرا لتفاعلكم معنا. مثلا مدام بهية مثلا ماذا بين جاوبها تقولي أنا زعرة وما نحبش لي بلون سي جوست ان كويستيون تاع غو دونك اريتي دو تو غامني او غاسيزم اون ريان غامني مدام من عنا دونك سي تا سيدم افكار مجتمعيه شفناها احنا في تورناجيت وشفناها معناها سي دي كونستا موجودين وناس تخدم في جمعيات وتحارب في هذه بالافكار هذه دونك تقول له غاسيزم ممكن لوسكو اللي احنا انسان نشوفوه انه اون بيرسون ديفيرونت دو سي دووا بروفيسيونيل بروبريتي سيكوريتي دينيتي ولا ليبرتي
ما هوش هذا الموضوع، لأنه احنا عنا حاجات مترسبة عنا، واليوم هذا الكل لازم نعريه باش نجمو نداويوه، سينو نقعدو ديما باش أنا نخبيوه وما نغزرولوش. اكزاكتومون فهمت. ميرسي مدام، شكرا على تفاعلك معنا. ان توكا لوغاسيزم موجود في تونس والعنصرية موجودة، وماذا بينا احنا، ماذا بينا انه ان المجتمع المدني اللي قلت يخدم على روحه انه يوصل المعلومات هذيا، الاعلام زادة يوصل المعلومات، القوانين والتشريعات مهمة كذلك، وهذا الكل باش انا نعيشه في مجتمع يؤمن فيه الحد انه ما بيناتنا الاخلاق هي اللي تميز الناس، تربيه الناس، مستوى العلمي الثقافي، نذول لي هذوما لي كريتير اللي هما نجموا ناخذوهم بعين الاعتبار، واولهم الاخلاق والتربيه، لانه نعيشوا في ازمه تاع اخلاق وتربيه كبيره ياسر. شكرا لكم. انا مانيش عنصر، ما منعطيش بنتي ما حتى تعرف مش عنصر. يلا درجي اللعب، درجي اللعب. انس، اهلا بك سامي. ناس بن مالك توجهني كر باش نسالكم على ممثله الحقيقه معنا. ممثله باش نعطيكم تاريخ الولاده خاطر باش نعاونكم. عربيه افريقيه؟ عربية من جمهوريه مصر العربيه. جمهوريه مصر مغروم مغروم انت من مسلسلات نتاع مصر، طلعها بالكل ولا فات نعطيك تفرج فيهم كل ما نعرفهم. دموع في عيون الوقحه تطلعوا. دونك تولد في عام 39 وتوفيت عند عامين في 2019. ممثلة كبيرة هي، أختها بدأت في الإذاعة تخدم في برامج الأطفال، أختها اسمها فضيلة. كريمة مختار؟ لا أختها مش هي. فهمتني، هي عملت برشا أفلام، أهم أفلامها ديل السمكة، فما مش مريم فخر الدين، لا لا مديحة، لا ديل السمكة، قلب الليل، وداع بونابارت، اسكندر، محسنة توفيق. محسنة توفيق بتحرق لي فيس على جمهور يا اخويا كهوة عادة. محسنة توفيق تعرف بونابارت عودة ابن الضال، عودة عودة ابن الضال. تقول لك الدور اللي معروف بيه واللي انا حبيتها بيه برشا برشا حبوه، والاخرى ديك في ليالي الحلميه كمثلت ماما انيسه. ماما انيسه في فعود قبل فردوس عبد الحميد. يظهر لي ليه عملت لافا مسن تاع اسكندريه ليه ولا اسكندريه ليه مسلسلات يحكي لي سامحني. ماما انيسه هو دور خدموه زوز فردوس عبد الحميد، وهي لا محسن توفيق. محسن توفيق وعملت دور زاد مهم جدا تعرفت بيه، اللي هو دور شكون في فيلم اخر، في مسلسل اخر مش مشكله ونسيته، دور بهية في فيلم العصفور. يا بهية دور فوالا وشخصية بهية. كل مرة الاخرى ما قلتوش مسلسل مهم يسرق تحكي عن مسلسل بين القصرين. لا هو حكي عن مسلسلات رمضانية. بين القصر حاجة خشية ثلاثية متاع نجمة. مرسي شكرا انس. يلا شكرا بيه. حط مرياتها. فما غنية من التراث هي برا ويجا ما ترد اخبار على الجرجار. شكون الجرجار وشنو يحكي؟ هو منوبي الجرجاري، منوبي الجرجاري اللي وقع عدامه في باب سعد الناصر قدام امه. حرق لي هيا لا حرق لي نحرق لي العشرينات. عملت العشرينات انت عملت له سؤال هوني عملناه هوني يعملنا الحق في 1916 ولا وانا خدمت عليه في نهار من نهارات في احداث الجلاز. هو مزوز هو مزوز مع بعضهم هو وصاحبه. فرح شكرا ميرسي شكرا. احنا في غاسين كاريتا نعاودوا تفضلي بي. شكون هو الفريد بيني؟ الفريد بيني. الفريد بيني هذا بيني وبيني توا خطوة ونص. الفريد بيني في سنة 1905 الحكومة الفرنسية طلبت منه حاجة باش يعملها في إطار تغيير سيستم المدارس، والحاجة هذه عملها مش واحد، وعملها بمساعدة نوتر بسيكياتر بسيكولوج ولا بسيكياتر تيودور. ان سيرفيس معناها ولا مادة ولا حاجة؟ حاجة ان سيرفيس تيودور سيمون اسمه، عاونوا في الحاجه هذه. دكتور هذايا تقليد معناه في المدارس الكل يوم موجود في العالم، مش في المدارس فقط، حاجه جديده. اما هما على باز طلبوها باش يبدلوا سيستم ادوكاتيف نتاعهم في عام 1905. لا 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 هو طبيب طبيب حاجه اعمق من الجوتي. لا حتى الجوتي عميق عميق الجوتي اللي خلى غازي معاش غادر استوديو كي عاد ستار مش هوني مش خارج انا السته معناتها نسال سيخ يجري تحيه للصوره كيف ما يجيش الصوره ما تحيه لي اي اي كهو
الفريد غوتي هو اسمه الفريد بيني كهو نعطيكم إجابة تفضل عندنا متأسفة هو يا سيدي اللي اخترع الكيوي عاش قريب 100 سنة أو أكثر شوية بارك الله يظهر لي دوغلاس بو دوغلاس كيرك دوغلاس كيرك دوغلاس كيرك دوغلاس كيرك دوغلاس كيرك كيرك في الكرة الأرضية وي ممثل باهي برشا ولده ممثل باهي برشا سبارتاكوس يا حفظ عيلة صحيت سبارتاكوس سبارتاكوس اي فوالا شكون عنده سؤالات طلعتوا فيزا وطلع ميرغ صاحب فرحانه بيه وجينا لا مش ميرغ علاش كنت حاب عاودو توفاغ يا شيخ نقول لكم فين مدينه ولد نزيدو نطولوا شويه في اللحظه جباس صحيح مدينه ولد ولد في امريكا لا ما قلنا فين مدينه نعطيكم سؤال انا نعطيكم سؤال انا كنت ساشتري لك البنفسج هذا الصباح لكن الرفاق كانوا جياعا فاشتريت لهم خبزا وكتبت لك قصيدة حب الله الله مترجم هذا يساري لازم ميخائيل نعيمة محمود درويش يساري ورفاق وخبز هذول كان مترجم الكلام من أحسن الناس اللي نهار خموا أنهم ينظموا الشعر عربي هو هذا اللغة الأصلية مش درويش مش درويش هو محمود درويش قالت عاد شكرا قالتها يا تظلموا فيها شكرا السؤال قلت له جاوبت عليه فيسا ومحمود درويش تدروش علينا هذا شكون قالوا شكون قالوا محمود درويش يبقى قالوا لحبيبته ريتا يحكيوا على شعر المقاومة وحبيبته اللي أصلها يهودية اللي اختار اسمها ريتا لكن اسمها الحقيقي هو تيمار بن عمي بن عامي اللي وقع محمود غنت عليها فاطمه زاد في حبها كان موضوع برشا عمل فنيه ليه كيما ريتا والبندقيه شتاء ريتا الطويل هو اللي انكر وجودها وقال انا شخصيه خياليه لكن فما دلائل انه العلاقه كانت بالحق موجوده طلعت عشرات السنين من اللي وفات العلاقه اللي تجمعها بيه وسجل انا عربي عملوا دوكيومنتير خرجت وقالت هذا برشا تفاصيل علاقتهم بدات وقت اللي كان عمرها 16 سنه وفات وقت اللي تم استدعائها للجنديه بسلاح البحر التابعة للجيش وبعث الرسالة ذي اللي سألنا عليها دونك بعد الفراق متاحهم حاول درويش يعاود حياته لكنه ما نساهاش وهون يكتب أشهر بيت شعري أنا العاشق السيء الحظ لا أستطيع الذهاب إليك ولا أستطيع الرجوع إلي مانيفيك نعطيكم سؤال آخر لا خلينا نكملوا معاه هذوما جاوبوا خلي معاه خلي بين ريتا وعيوني بندقية والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية الله هكا شوية بعد اليوم اشبعنا بالفن وبالغناء الفن شكرا لكم شكرا لكم مستمعينا غدوة إن شاء الله نتلقاو في حلقة جديدة